هتظهر معنا دلوقتي خريطة القاهرة ونبتدي بكوبري 15 مايو بيشهد زي دلوقتي سهولة مرورية في الاتجاهين سواء المتجه لوسط البلد أو المهندسين. كوبري أكتوبر احنا شايفين بيشهد سهولة مرورية لغاية ما بنوصل لميدان رمسيس والعباسية وغمرة، متوقع طبعا ان يبقى فيه زيادة كثافة بعد شوية. لو بصينا بقى على طريق الكورنيش والمظلات لوسط البلد احنا شايفين في بعض الكثافات المرورية البسيطة المتحركة لغاية ميدان التحرير، بعدها سيولة مرورية مكملة على الكورنيش لغاية منطقة حلوان. المتجه بقى لشارع بورسعيد زي ما احنا شايفين ومناطق الشرابية وحدائق القبة ولغاية كوبري السواح والأميرية والعكس هيلاقي بعض الكثافات البسيطة، وفي بعض الكثافات البسيطة بتظهر أعلى كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري. لو بصينا بقى على أعلى كوبري المطرية اللي جاي من الكابلات متجه للتجنيد ومناطق مصر الجديدة يفضل إنك تستخدم كوبري سرايا القبة. كمان في كثافات أعلى في مطلع كوبري السيدة عائشة اللي جاي من مجرى العيون ومتجه للقلعة ووسط المدينة، عشان كده بنقول في طريق بديل هو الملك الصالح وشارع القصر العيني هيسر عليكم كتير في الحركة. خلينا نكمل جولتنا مع بعض ونروح الجيزة ونشوف الطريق اللي تم فتحه بشكل كامل، الطريق الدائري بعد رفع الحادث المروري اللي كان امبارح موجود بسبب تصادم سيارة نقل تقيل بعدد من السيارات الملاكي. لو كملنا بقى في الجيزة محور 26 يوليو في الطريق اللي جاي من أكتوبر والشيخ زايد للمتجه لميدان لبنان احنا عارفين ان دلوقتي بيشهد بعض الكثافات المرورية ومتوقع انها تزيد بشكل كبير مع ساعات الذروة الصباحية، وعشان كده المتجه لمناطق وسط البلد او منطقة مدينة نصر او مصر الجديدة عندنا طريق بديل محور رود الفرج. اما بقى لو بصينا على شارع السودان احنا عارفين ان بيبقى فيه دلوقتي كثافات مروريه على غير العاده نلاقيها دلوقتي بسيطه، متوقع انها تزيد قدام محطه مترو الجامعه للي جاي من كوبري فيصل ومناطق الدقي. هنشوف كمان كثافات متحركة عند محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان والدقي. لو بصينا بقى في الدقي نفسها هنلاقي الطرق هناك فيها سيولة مرورية لغاية كوبري قصر النيل وميدان التحرير، والطريق الدائري زي ما احنا شايفين حوالين المكان في كثافات متحركة في نزلة شارع البحر الأعظم وصولا لمنطقة الدقي وميدان الجلاء اللي هيبقى فيه تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي ولغاية مناطق الجيزة. لو بصينا بقى على طريق الفيوم ولغاية حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية هناخد بالنا إن في غلق كلي لشارع الأهرام بداية من شارع فاطمة رشدي ولغاية ما بنوصل بطول 500 متر لتنفيذ محطة مترو أنفاق المساحة، وده ضمن الخط الرابع للمشروع اللي احنا متوقعين إن حركة المركبات اللي جاية من محور أنور السادات اللي هي ترسى سابقا وعايزة تتجه في شارع الهرم هتكمل لغاية كوبري عثمان محرم الجديد وتطلع لأعلى الكوبري، وبعدها تستكمل السير في شارع خاتم المرسلين ولغاية فتحة الدوران المواجهة لنادي الشرقية للدخان وتلف تاني الصينية وترجع تاني لشارع خاتم المرسلين. نروح بقى لمحافظة سوهاج هنبتدي فيها من محطة قطر سوهاج. الطريق عندها كالعادة هيكون في بعض الكثافات النسبية وهنتجه ونشوف شارع وطريق الحواويش. احنا شايفين بعض الكثافات البسيطة خالص لغاية ما بنوصل للشارع اللي فيه مستشفى أخميم المركزي واللي بتشهد سيولة مرورية، هنفضل ماشيين ومكملين لغاية ما نروح طريق جرجة اللي احنا شايفين فيه سيولة مرورية متقطعة مع هنلاقي كثافات بسيطة ممكن نقابلها في منتصف الطريق، لكن اجمالا الطريق مكسي باللون الاخضر يعني ما فيش كثافات مروريه ممكن تعطلنا. نروح بقى للاسكندريه احنا شايفين كثافات بسيطه موجوده في بعض الطرق وهنلاقي سيوله مروريه كبيره عند محطه الرمل واصله لغايه شارع عمر لطفي ولغايه تقاطع شارع النبي دانيال اللي احنا شايفين فيه كثافات مروريه متقطعه ونسبيه ممكن تكون واصله لغايه طريق الحريه. لو كملنا بقى في نفس الشارع هنلاقي كثافات مروريه تانية واصله لغايه شارع محرم بيه ولشارع عبد القادر الغرياني، اما طريق الكورنيش احنا هنلاقي فيه كثافات مروريه متقطعه عند كوبري ستانلي ومنطقه ميامي.
لو بصينا عند محيط الجامعة هنلاقي بعض الكثافات المرورية البسيطة اللي مش هتأثر أبداً على السير. كده مشاهدينا نبقى عملنا جولة مرورية سريعة في مختلف المحافظات أو بعض المحافظات. نروح على طول لشاذلي وهدير نبتدي معاهم فقراتنا وأخبارنا. تفضل. شكراً لك.